فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يوصي أن يصلى عليه بعد موته، يصلى عليه في مكة أو في المدينة أو يدفن في مقابرهما، يقول ما حكم هذه الوصية وهل يجب تنفيذها؟ الوصية هذه ما تلزم، لكن إذا سهل تنفيذها فلا بأس، يباح هذا إذا سهل، لكن ما تلزم. نعم.